بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي، اليوم عندنا درس في مادة الرياضيات الفصل السادس. هذه هي مراجعة للدرس القبله. عندنا الموضوع الطرح بالعد إلى الوراء باستعمال خط الأعداد، والطرح بالمقارنة والحقائق المترابطة. هسا ناخذ الموضوع الأول، نراجع به الموضوع السابق. هنا عندنا قصة قصيرة على هذا الموضوع، وهو عندنا في الصورة 20 عصفور، طار منها 8، كم عصفور بقية؟ نحسب عدد العصافير اللي بقن ونحسب العدد العصافير اللي طارن. الطارن يجدنا عندهم 1 2 3 4 5 6 7 8. نحسب الباقيات يجد عندنا، نحسبهم ماما وياي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بقى 12، خلنا نكتبهن حتى لا تنسون ماما. عشرون ناقص 8 هاي 12. نراجع في الدرس السابق، أجد ناتج السؤال الأول. أجد ناتج الرحمن الرحيم. نكمل اليوم في درس الرياضيات. الدرس الماضي وصلنا فقرة أتأكد. السؤال رقم 1، يوجد 13 كتكوت ابتعد منها 2، كم بقي؟ 13 ناقص 2 يساوي، نرجع إلى الوراء، 13 من قبلها 12، 11 الناتج 11. هذا مثال. السؤال رقم 2، 11 نحلة طار منها 3 نحلات، كم بقيت من النحلات؟ 11 نحلة. نرجع إلى الوراء، قبل رقم 11 من هو؟ 10، بعد العشرة 9 8، الناتج 8. الطريقة الثانية بالنسبة لمادة الرياضيات لهذه الطريقة، أخلي الرقم 3 بقلبي وأذهب إلى 11، 3 بقلبي، 3 4 5 6 7 8 9 10 11. لقيت خليت بصابعي 2. يا هالطريقة اللي نفتهم عليها، الأولى أم الثانية؟ أسهل بكيفكم أنتو. السؤال رقم 3، أعد إلى الوراء لأجد الناتج، 8 ناقص 2. الطريقة نرجع إلى الوراء، 8 من قبلها؟ 7 6، الناتج 6. وصلنا فقرة أتحدث، كيف أجد ناتج 9 ناقص 3 بالعد إلى الوراء. أكتب 9 ناقص 3، العد للوراء، 9 من قبل 9 ماما، 8 قبل 8 7 قبل 7 6، الناتج راح يكون 6. أطلع 9 أصابع، أطرح منها 3، 1 2 3، جديد قاري 6، إذن حلنا صح. نأتي إلى فقرة أحله. السؤال الرابع، أعد إلى الوراء وأجد الناتج. نفس الوضع يا ماما، 12 ناقص 3، نجي نعد، 12 من قبلها 11، 11 من قبلها 10، 10 من قبلها 9، إذن حلنا 9 الناتج. 3 أخليها بقلبي وأعد إلى رقم 12، 9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، حلنا صح 9. 8 ناقص 2، العد إلى الوراء، 8 7 6، جد يكون ناتجنا 6. نطلع بصابعنا أيضا 8، نطرح منهن 2، هاي 2 جد بقالنا 6، إذن حنا صح. 17 ناقص 3، عندنا هم طريقتين أو 3 طرق بكيفكم. 7 ناقص 3 أخلي الأحد ويا الأحد، 7 ناقص 3 أخليها 4، أنزل الواحد.